أكثر من 12 أكاديمياً في هيئة التدريس بجامعة برينستون الأمريكية ينضمون إلى الطلاب المضربين عن الطعام لمدة يوم واحد ضمن الاحتجاجات المتواصلة ضد الحرب الإسرائيلية على القطاع. أعضاء هيئة التدريس بجامعة برينستون قالوا إن تضامنهم يعتبر جهداً ضئيلاً مقارنة بجهود الطلاب الملتزمين بهذا الإضراب، كما دعوا السلطات إلى العفو عنهم وعن أعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين واجهوا إجراءات تأديبية بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات. ومنذ 18 من أبريل الماضي تشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات طلابية كبيرة داعمة لغزة مطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع. هذه الاحتجاجات تتواصل بالتزامن مع توسيع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية في جميع مناطق قطاع غزة، إضافة لتنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.